السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنا نحمل برنامج الزوم؟ طبعاً هنجي نكتب جوا الجوجل كروم، نكتب العنوان هذا اللي هو zoom.com، تمام؟ تفتح عندك صفحة عادي، هتنزل لوطة، كويس؟ هتنزل لوطة بكل في الصفحة، هتلقى حاجة اسمها شنو؟ في الداونلود، هتلقى داونلود زوم Workspace Application، تضغط عليها. هيخشك عليه حاجة صفحة واحدة تانية، خلاص انا جيت داونلود سنتر، اوكي. هيقول لك 64 او 32، هنقول لا داونلود طبعا زوم ورك سبيس فور ويندوز، هننزل ال 64. هيبدأ يحمل عندي هنا، تعتمد على سرعة الانترنت. تمام، حجم الملف 103 ميجا، هننتظر لين يحمل. برنامج طبعا الزوم يستخدمه فيه في الميتينج، في اللقاءات، لو انت عندك كتعليمي. فالأغلبية تسأل كيف أنا نحمل برنامج زوم. طبعا قلنا نخش على جوجل كروم، ونخش على zoom.com، ونخش على الداونلود زوم Workspace for Windows، ونبدأ نحمل. تعتمد سرعة التحميل على سرعة الانترنت عندك، اوكي. هيك نزل، حتى سرعة الجهاز، يعني لو الجهاز عندك سرعته سريعة برضو هتعتمد عليه. خلاص نفتح الملف، طبعا في ناس تستخدم الزوم، في ناس تستخدم الجوجل ميتينج، كلها برامج طبعا. اوكي هيبدا هنا يدير انستليشن، قلنا هيعتمد على سرعة المعالج، سرعة الجهاز. نقدر هنا ننتظر لين ينزل. خلاص انا تقدر دير جوين تو ميتينج. طبعا المفروض اللي يبيك تنضم للميتينج يدز لك الرابط، او يدز لك الميتينج اي تي، وانا اليور نيم. تقدر بعد ما تخش برضه هيطلب منك الباسورد، هتخش وهتدير الميتينج مع الشخص، او انت تقدر تدير ميتينج. وهي طريقه تنزيل برنامج الزوم على جهاز الكمبيوتر، وشكرا.